أيها المسلمون أغلب على إرثي إن مقدمة استدلال بيبيس يا ابن أبي قحافة خطاب به کیست؟ یبن ابی قحافة افی کتاب الله ان ترث اباک ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریا افعلا عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموها وراء ظهوركم اذ یقول و ورث سلیمان داود وقال في مقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم ألا حظوة لي ولا أرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونك ها مختومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبتلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.